الحواس، النادي السويسري، سيسكا صوفيا، النادي البلغاري، وين شعلنا الجولة الثالثة من الدور أوروبا ليغ، وين شعلنا كيفاش كانت المباراة، مباراة وين انطلقت بسرعة، وين شعلنا نقولوا بلي فليكس اللي سجل الهدف في الدقيقة الثالثة، مريم الذي سجل الهدف في الدقيقة 18، فليكس كذلك يعود ويسجل الهدف الثاني ليه والثالث لناديه بواز في الدقيقة 32، وانتهى الشوط الأول بثلاث أهداف لصفر. شعلنا الشوط الثاني كذلك وين كان مثير، وين سيسكا صوفيا وين حاول رغم أنه دخل بخطة، الخطة اللي لعب بها الشوط الأول لعب 5-4-1، وشلنا كيفاش النادي السويسري بواز اللي استغل الفرصة وين لعب خطة، يعني خطة 3-4-3، كل مدرب وكانت عنده نظرة. شنا دافيد فون في الحراسة تاع بواز النادي السويسري، شنا سليفان سليفان، شنا محمد كامارا، فابيان جوردان، سايرو، شنا كيفاش كريستيان فيليكس المسجل هدفين، جيان بيير المهاجم اللي كان سم القاتل في الدفاع تاع سايسكا موسكا صوفيا النادي البلغاري، مش انا كيفاش بوست شنا انطوف، شنا كيفاش انطوف الدفاع، ماتيا اموسو بونوس، شنا تيبو، شنا كيفاش نقولوا باللي جيرام، علي ساو، شنا برادلي، يعني نقولوا كيفاش كانت المباراة، مباراة وين كل نادي وين خاصة وين بواز النادي السويسري وين استغل هفوات تاع الدفاع تاع سيسكا صوفيا خاصة في الشوط في الدقائق الاولى وين الارتباك تاع هذا النادي. شاهدنا كيفاش كانت الاهداف، اهداف نقولوا بلي اهداف اللي تسجلت تسجلت بسرعه، تسجلت بسرعه في وقت حساس كذلك في الدقيقة الثالثة وين فليكسي الذي سجل الهدف في الدقيقة الثالثة، شنا مريم كذلك في الدقيقة 18، يعني في وقت حساس وين شاهدنا كيفاش سجلوا اهداف. شاهدنا الشوط الثاني، الشوط الثاني اللي كان مثير كذلك، الشوط الثاني اللي كان نقولوا بلي سيسكا صوفيا وين حاول بكل قوة من أجل الرجوع في النتيجة لكن بدون جدوى. شاهدنا كيفاش انتهت المباراة، الشوط الأول، الشوط الثاني كيفاش انتهى في هذه الجولة الثالثة، بواز السويسري يعني وين انتهت المباراة